السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في القناة. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم البنات غادي نشارك معكم اقتراح لوجبة غداء، واحد الاقتراح زوين. البنات كنفيقوا مع الصباح كنكونوا محيرين شنو غادي نوجدوا، فاليوم قلت نشارك معكم غديوتي اللي غندير لوليداتي. كتجي زوينه البنات، عرفتي هاد البلون، هاد الصدر البنات ديال الدجاج، هاد ستيك ديال الدجاج بهاد الطريقه الايطاليه، غير انا مدخل عليه واحد اللمسه مغربيه، كيجي رائع. ما تشبعوش منه، كيعجب الوليدات. هانتوما كيف ما كتشوفوا غنشاركوا معاكم، وغنشارك معاكم هاد اللوبيا مصوطيه في الزبيده، وغادي نخليكم البنات مع الفيديو تبعوه حتى الاخر. وهاد الخبيزات راني عجناهم، هانتوما يلا خرجتهم من الفران. الا بغيتوا البنات نشارك معاكم هاد الخبز، خليوا لي التعليقات ونشاركوا معكم. راه بالسميده والفينو كيجي زوين بزاف. فالبنات غنخليكم مع الفيديو، ما تنساونيش من البارطاج مع الاهل والاحباب، ومن التعاليق ديالكم اللي كتشجعني بزاف. البنات باش غادي نوجدوا هاد ستيك ديال الدجاج، كنحتاجوا هكا ستيك ديال الدجاج. ها هو، ها نتوما البنات، انا كناخذو كنقطعو كنخليه شويه متلج وكنقطعو هكا شرائح. شفتوا راه كيكون مغسول، دايره ليه الملحه والخل والحامض. صافي ها هو، كتقطعو شرائح هكا يكونوا شويه ماشي رقاق بزاف، شويه غلاض باش كيجي زوين. انا غندوز نوريكم دابا فاش غادي نرقدو. ساهل البنات وزوين بزاف. ها نتوما غنجيب واحد الطاوه تنقاد هادي، غنجيب واحد بحال هكا واحد البول، وغادي ندير فيه فص ديال الثومه هكا معصور. هذيك ديالي ديال الثومه تهرسات، وهذه عرفتي شحال هي عندي البنات قديمه، قال لك جديد الجده والبالي لا تفرط فيه. عرفتي هذا الشيء قديم الصراحه زوين، المهم ما تشوفوش فيها بزاف، راه حالتها قديمه، دايره عندها اكثر من 15 عام. ايوا البنات درت فص ديال الثومه. غادي نجيب هذوك جوج بيضات، عندي جوج بيضات، غنرقد هاد سميتو في البيض والثومه والمطارد، كيجي رائع البنات. هذه على الطريقه الايطاليه كيقولوا لها فيتينا باناتا، ديال سميتو ديال البولي ديال الدجاج. غندير معلقه صغيره ديال المطارد، وغادي ندير، غادي نعصر واحد نص حويمضه صغيره هكا، بحال نقولوا شي معلقه كبيره هكاك ديال عصير الحامض. هذا الحامض عندي شويه قاصح، المهم الحامض كيعطي واحد البنه زوينه وكيحيد ديك الزفوريه ديال الدجاج، هو المطارد والثومه. صافي هكا عصير نص حامضه. غادي ندير شويه ديال البزار، فلفل اسود شويه، وغادي ندير شويه ديال سكنجبير اللي هو الزنجبيل، المهم كل واحد واش كيسميه، غير شويه، والمليحه بطبيعه الحال ضروريه. انا البنات غندير شويه ديال الربيع مقطع، الا ما بغيتوش تقدروا ديروا اعشاب منسمه، ديروا الازير ولا الزعتر ولا دوك لي زيرب دو بروفونس، حتى هما تيجيو معاه فنين. انا غادي ندير غير شويه ديال الربيع، ما عنديش الاعشاب منسمه مقلق ليا. صافي غناخذ هذا الشيء، هذا درت الملح ياك، غناخذ هذا الشيء هذا غنحركو داك البيض مع داك العناصر اللي درنا، نحركهم هكا بالفوخشيط. صافي وكنرقدو فيهم داك الصدر ديال الدجاج، هذوك لي ستيك ديال الدجاج كترقدوهم البنات، وكتخليوهم على الاقل على الاقل واحد السويعه كيبقاو مرقدين، وعاد كندوزو باش نقليوهم، كيجيو فنين البنات. كنتمنى تجربوهم، كيعجبوا الوليدات. غادي نشارك معكم واحد اللوبيا خضراء حتى هي مصوطيه بزبيده، اللي كتجي زوينه، كانت وراتها ليا اختي، كتجي بنينه حتى هي. صافي غادي نجيب هذوك لي ستيك ديالي وندير لهم هكا، وكنرقدوهم نخليوهم مرقدين على راحتهم. لا عندكم الوقت تقدروا ترقدوهم كاع، حتى لو غديروهم في العشيه ترقدوهم في الصباح، ولا غديروهم في الصباح ترقدوهم في الليل، ما كانش الوقت ماشي مشكل، ديروهم غير واحد السويعه. انا دابا نديرهم غير ساعه لان ديرهم للغدا، هاي سويعه كافيه، ملي قرب الوقت الغدا غادي ندوزو نقليوهم. كنديرهم غير في الدقيقة البنات، كناخذ شويه ديال الفرينه الدقيق الابيض كندوزها فيهم، صافي وكنقليهم، كيجيو غزالين ما تشبعوش منهم، كيعجبوا الوليدات الصغار، انا ولادي كيحماقوا عليهم.
صافي البنات غنخليهم مرقدين من بعد نكمل معاكم. البنات هنايا بالنسبه للوبيا الخضراء ولا هذه ها هي البنات لي زاريكوفير البنات، هذه عندي انا غير هذيك الكونجلي خديتها وسلقتها وصفيتها، ها هي كناخذها وكنصوطيها البنات. عندي هنا في كناخذ مقيله كندير فيها زبيده على حساب الكميه ديال اللوبيا شحال دايرين، كديروا الزبده. انا هنا عندي جوج معالقات صغار ديال الزبده وفص ديال الثومه صافي، وهي راه سالقاها في مليحه غنزيد غير واحد شويه المليحه، وكندير شويه ديال الابزار وكنخلي هذيك الثومه كتذوب مع هذيك سميتو مع الزبيده صافي، غير كتذوب الزبده وكنحط هذيك اللوبيا وكنصوطيهم كتجي فن البنات. جربوها كتجي رائعه، كتبقى ديك البنه زوينه مع الثومه والزبده كتجي غزاله، وقلت نشاركها معكم. صافي البنات غنديها فوق النار وغادي نصوطيها ونوريها لكم في الطبق النهائي. هنا البنات من بعد ما دازت تقريبا واحد خليته تقريبا شي ساعتين، انا درته مع الصباح، دابا غادي صافي قرب وقت الغداء، حتى كيقرب البنات الوقت عاد تقليوه باش يتكال سخون كيجي زوين. صافي غادي نبقى نهز هكا، هذا راه هو ديجا في البيض، بغيتو ديروها البنات في لاشابلوغ اللي عندكم، انا راه غير سهلات ليا احسن كيجي احسن البنات في لاشابلوغ. انا دابا سهلات ليا درتو في الفورس هكا ولا في الدقيق الابيض، هانتوما تقدروا ديروه حتى في السميده في الفينو فاش ما بغيتو كيجي زوين. صافي غادي نمرمدو هكا وغادي ناخذ المقله نحطها تسخن ندير فيها شويه ديال الزيت صافي ونديرو يتقلى، غير شويه الزيت البنات ماشي ديروه بحال لا باغي نتقليو الفريت، لا غير شويه غير شويه الزيت وتحطوه وتقليوه على جوج ديال الجهات يتحمر من جهه وتقلبوه على الجهه الاخرى، راه كيجي رائع البنات. صافي انا نكمل معكم ونوريكم النتيجه. هاهو البنات كيف ما كتشوفوا هو الدجاج ديالي من بعد ما طاب كيف كيجي، كيجي رائع البنات، كنصحكم تجربوه والله ما تشبعوا منه وغادي يعجب وليداتكم. وها هي ديك السلطه ديال ماشي سلطه، هي سلطه سخونه البنات، انا دابا البرد كنحاولوا نديروا حاجه سخونه. هاد اللوبيا اللي بالزبده والثومه حتى هي كتجي فنه مصوطيه، وهنايا دايره البروكولي حتى هو مصوطي غير في الثومه وزيت الزيتون ومليحه، وهذاك لي زبيناغ على شكل بقوله غير ما عنديش الزيتون ما درتوش، وهذا الكغاطان لوليداتي ديال البطاطا لان ما تيبغوش ليا بزاف الخضره ماشي كلهم. هذا كغاطان البنات راني فيت ليا مشاركه معاكم بالكريمه والفرماج، غادي نخلي لكم الرابط حتى هو في صندوق الوصف باش تجربوه كيجي رائع. وكنتمنى البنات الوصفه ولا الاقتراح ديال اليوم يكون فادكم وعجبكم ان شاء الله، لان بزاف المرات كنفيقوا محتارين شنو غنديروا للغدا، انا قلت نعطيكم هاد الفكره هادي تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وبارطاجيو معايا البنات ومع الاحباب ديالكم والاصدقاء، وما تنساونيش من صالح الدعاء والى وصفه قادمه باذن الله. السلام عليكم.